بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في الحلقة الماضية في باب الاعتكاف، وقفنا عند قوله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فمما تقدم بيانه في أحكام الاعتكاف وما ذكر العلماء في أنه يشترط لصحته أن يكون في مسجد يجمع فيه، أي تصلى فيه صلاة الجماعة، نأخذ من ذلك أن الخلوة التي تقطع عن صلاة الجمعة والجماعة أنها خلوة غير مشروعة كما عليه بعض المبتدعة. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار إلا أنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار. فالانقطاع عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بزعم أن هذا المنقطع يخلو لذكر الله عز وجل في زاوية أو في خلوة أو في بيت، مما يفعله المبتدعة، أن هذا أمر خارج عما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهو أمر محرم وليس عبادة لله عز وجل. فإن عبادة الله عز وجل تكون في بيوته، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفة المؤمنين، أنهم يلازمون المساجد ويلازمون الجمع والجماعات ولا يتخلفون عنها، إما لكسل وإما بحجة أنهم يخلون مع ربهم وينقطعون عن الناس كما عليه رهبانية النصارى. فإن هذا أمر لم يشرعه الله ولا رسوله، وكل خلوة تقطع عن الجمعة والجماعة وعن الاجتماع مع المسلمين وعن ويحصل بها الانعزال عن مجتمع المسلمين فإنها خلوة مبتدعة وفاعلها آثم غير ماجور. فيجب التنبه لهذا الأمر، فإن لزوم الجمعة والجماعة وعمارة بيوت الله عز وجل بالذكر وطاعة الله هذا هو المشروع الذي يحبه الله ورسوله، لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجلاً معلقا قلبه في المساجد، يعني يحب المساجد ويألفها.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالذين يزهدون في المساجد وينقطعون عنها إما لكسل وزهد في صلاة الجماعة والجمعة، وإما بدعوى أنهم في عبادة وأنهم في خلوة مع الله عز وجل، كل الطرفين عاصيان لله ولرسوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. نعم، من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يؤدي هذا الاعتكاف في ذلك المسجد، بل يجزيه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة، لأن المساجد لا ميزة لبعضها على بعض، والذي يخصص مسجدا منها ويزعم أن فيه فضيلة على غيره وهو لم يفضله الله على غيره يكون مبتدعا. فالمساجد سواء في البلد أو في البلدان، فإذا نذر الاعتكاف في مسجد فلا شك أن النذر يلزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن لا يتعين عليه في المكان أو في المسجد الذي نذره وهو ليس له ميزة شرعية، بل يؤدي في أي مكان من المساجد التي يصلي فيها المسلمون ويكفيه ذلك، إلا المساجد الثلاثة فإن الله ميزها وخصها على غيرها من المساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن هذه هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصلاة فيها أو الاعتكاف فيها له مزية على غيره من المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وجاء أن صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه. فهذه المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف في واحد منها فإنه يلزمه أن يعتكف فيه، لأنها لها ميزة على غيرها من المساجد، ولأنها يشرع السفر إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا كانت تضاعف فيها الأعمال، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى عن 500 صلاة، فإنها إذا نذر الاعتكاف فيها فإنه يلزمه ذلك، فلو اعتكف في غيرها من المساجد لم يجزه هذا الاعتكاف. وهذه المساجد الثلاثة تتفاضل، فأفضلها المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبوي، ثم يليه المسجد الأقصى. فإذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد المفضول أجزأه في الفاضل،
فلو مثلا نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل. ولو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. أما العكس لا، لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لم يجزه أن يفعل ذلك في المسجد النبوي، ولو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي لم يجزه أن يعتكف في المسجد الأقصى، لأنه إذا نذر الفاضل فإنه يتعين، إذا نذر الفاضل من هذه المساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه ولا يجزيه في المسجد المفضول. أما من نذر أن يصلي أو يعتكف في أي مسجد غير الثلاثة فإنه يجزيه في كل مسجد من المساجد، ولا ميزة لبعضها على بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه. إذا عين الأفضل لم يجزيه في المفضول فيما دونه، يعني لو عينه في المسجد الحرام لم يجزيه في المسجد النبوي، أو عينه في المسجد النبوي لم يجزيه في المسجد الأقصى، والعكس بالعكس، إذا عين المفضول أجزأه في الفاضل، فلو نذر في المسجد النبوي أجزأه في المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد النبوي، ولو عينه في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد النبوي لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. من نذر الاعتكاف مدة معينة، كان نذر الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، هذا زمن معين، معين بالأيام ومعين في الشهر، فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة 21، يلزمه أن يدخل معتكفه في اليوم 20 قبل غروب الشمس ليلة 21، لأجل أن يستكمل المدة ولا يفوت عليه شيء من المدة، لأن الأيام تبدأ بلياليها، فإذا نذر العشر الأواخر من رمضان لزمه أن يدخل المعتكف في اليوم 20 من رمضان ولو في آخر اليوم 20 قبل غروب الشمس من ليلة 21، لئلا يفوت عليه شيء من الزمن الذي نذر أن يعتكفه. فلو تأخر ولم يدخل معتكفه إلا في صلاة العشاء من ليلة 21 فإنه يكون قد فات شيء من المدة التي نذرها، فيلزمه كفارة يمين جبرا لما فات، ولا يخرج من معتكفه إلا باستنفاد المدة، فلا يخرج إلا في ليلة العيد، ليلة العيد التي هي أول ليلة من شوال. نعم. قال ولا يخرج، لأنه لو خرج قبل ليلة العيد وفقد نذر العشر الأواخر من رمضان، لو خرج قبل غروب الشمس من ليلة العيد فإنه يكون ترك بقية المدة التي نذر أن يعتكفها. نعم. وعليه فتكون عليه كفارة اليمين. نعم. قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. الاعتكاف سبق أنه هو البقاء والمكث ولزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهذا يتنافى مع الخروج من المعتكف، فلا يخرج من معتكفه
لأنه إذا خرج من معتكفه فات عليه مدة ترك الاعتكاف فيها، إلا لما لا بد له منه، لما لا بد له منه مثل قضاء الحاجة، مثل الوضوء، مثل إحضار الطعام والشراب لمن لم يكن عنده أحد أن يحضر له ذلك، ويكون خروجه بقدر الحاجة لا يزيد على ذلك، فهذا لا يضر في الاعتكاف لأنه خروج لا بد له منه. فعلمنا بذلك أنه لا يخرج للطاعات المستحبة، فلا يخرج لزيارة مريض أو اتباع جنازة أو زيارة قريب من أقاربه، بل يبقى في المعتكف، لأنه إذا خرج فات عليه شيء من المدة التي نوى أن يعتكفها أو نذر أن يعتكفها. نعم. لو خرج وهو غير ناذر يا شيخ يعتكف تقربا نفلا، يفوت عليه الاعتكاف، يفوت عليه أجر الاعتكاف. ولو عاد؟ نعم، ولو عاد إلى معتكفه، ولو عاد إلى معتكفه يفوت عليه ما خرج، يفوت عليه ما خرج. بعض المعتكفين إذا خرج إلى عشائه ونحو ذلك قد يتوسع في الوقت، أحيانا يتبع ذلك بعض الشاي، بعض الجلسة، بعض الحديث، يحضر الطعام في معتكفه ولا يجلس يتعشى في بيته، يحضر الطعام في بيته في معتكفه والشراب والقهوة في معتكفه، إنما سومح بالخروج فقط لأجل إحضار ذلك، أما أنه يجلس في بيته ويتعشى أو يشرب القهوة أو يجلس مع أهل البيت فهذا يفوت عليه الاعتكاف، وإن كان نذرا فات عليه الواجب. نعم. أثابكم الله. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. لا يعود المعتكف، لا يعود مريضا وإن كانت عيادة المريض مستحبة، ولا يشهد جنازة وإن كان تشيع الجنازة مستحبا، لأن ما هو فيه وهو الاعتكاف أهم مما يخرج إليه، ولأن هذا يفوت عليه مدة من الاعتكاف، إلا أن يشترط. إذا اشترط عند البداية أنه يعود المريض ويشهد الجنازة فلا بأس. وكذلك من الخروج الذي لا يضر المعتكف الخروج لصلاة الجمعة، خروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة، فخروجه للجمعة أيضا لا يضر الاعتكاف، لأنه في حكم المستثنى، لأنه في حكم المستثنى شرعا، ولأن تركه للجمعة أمر محرم، فلا يرتكب محرما من أجل تحصيل عبادة مستحبة. نعم. في بعض المعتكفات يستقبل المعتكف ضيوفا قد يتحدث معهم في أمور دنيا أو في أمور دين، وبعضهم يجعل هاتفا، بعضهم يستخدم الهاتف الجوال، هذا محرم أو ينقص الثواب؟ لا بأس أن يستقبل الضيوف ويجلسون معه، لكن لا يمضي معهم كثيرا من الوقت في الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام في أمور الدنيا أو الكلام في المجريات التي تأخذ عليه الوقت عن ذكر الله عز وجل، أما أن يسألهم عن حالهم أو يسألونه عن حاله أو يستفتونه في أمر إذا كان من أهل العلم، أو أن يلقي عليهم درسا في القرآن أو في السنة أو في الفقه، فهذا من ذكر الله عز وجل، هذا أمر من ذكر الله ولا يضر المعتكف، لأنه لم يخرج ولم يشتغل بغير طاعة، بغير طاعة الله عز وجل. أما أنه يمضي الوقت مع الزائرين في كلام لا فائدة فيه وينشغل عن ذكر الله عز وجل، فهذا ينقص عليه الاعتكاف، ينقص عليه أجر اعتكافه. والزيارة الخفيفة لا تضر أيضا، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يزورنه وهو معتكف
ويتحدث معهن، وإذا خرجت المرأة زوجته خرج معها يؤديها إلى بيتها. نعم، مثل هذا الخروج داخل فيما لا بد منه، مثل الخروج عليه الصلاة والسلام أن يشيع إحدى زوجاته إلى بيتها، لا بد من هذا. نعم. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. إذا وطئ امرأته في فرجها بطل فسد اعتكافه، سواء كان منذورا أو غير منذور، وذلك لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك، فقال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المعتكف ممنوع من الجماع، فقوله لا تباشروهن كناية عن الجماع. وكذلك دواعي الجماع كاللمس والتقبيل، لأن هذا مدعاة إلى الجماع، وأيضا فيه إشغال وقضاء للشهوة التي تتنافى مع الاعتكاف. نعم. قال: ويستحب اشتغاله. فإن كان صيامه الذي وطئ فيه منذورا، نعم، فإنه يبطل، وعليه أن يكفر كفارة يمين. وإن كان صيامه مستحبا فليس عليه شيء، لكن فسد وليس له أجر. نعم. اعتكافه. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. هذا ما ينبغي أن يشتغل به المعتكف، أن يشتغل بالقرب بجميع أنواعها، من صلوات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتفكر في آيات الله عز وجل، فيكون وقته مشغولا بالطاعات القولية والفعلية، لأن الاعتكاف إنما شرع من أجل ذلك. وعليه أن يجتنب ما لا يعنيه، فلا يدخل في أمور الدنيا والمباحثة في أمور الدنيا، أو أن كما ذكرت أن يكون عنده هاتف ويشغل وقت أو جوال، ويشغل وقته بالاتصالات بالناس، سؤالهم عن كذا وسؤالهم عن كذا، مما ليس من أمور العبادة، ومما يفوت عليه كثيرا من الوقت في غير ذكر الله عز وجل. وهذا لا يعنيه، يعني لا يهمه هذا الشيء. وإذا كان هذا من أموره التي كان يزاولها قبل الاعتكاف، كأمور التجارة وأمور البيع والشراء وغير ذلك، فإنه يؤجلها إلى ما بعد الاعتكاف، أو يوكل من يقوم بها. نعم. فإن قال بعضهم: أني أتخذ هذا لأعود نفسي على الاعتكاف، ولو ألزمت نفسي باعتكاف ليس فيه شيء من ذلك أبدا، وكله إقبال على الذكر وإن كان خيرا، يمكن لا يستطيع أن يتحمل هذا، فيقول: أعتكف مرة أولى وثانية، وفي اعتكاف بعض النقص أفضل من تركه كلية، لعلي بعد سنة أو سنتين يكون اعتكافي بشكل أفضل وأكمل. لا، إما أن يعتكف الاعتكاف المطلوب، وإما أن يترك الاعتكاف، لأن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا أراد أن يعتكف فإنه يعتكف الاعتكاف الشرعي المطلوب، الذي هو التفرغ لعبادة الله عز وجل وإمضاء الوقت في العبادة والذكر. أما إذا كان لا يلتزم بهذا فإنه لا يعتكف، ولا يربط نفسه بأمر لا يؤديه على الوجه المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله بن عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.